الكرام اهلا وسهلا بكم في الدرس 124 مع كلمه مهمه كارير 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 اذا كيف نستخدم كلمه كارير واهم مرادفاتها فقط في دقيقتين اما الان اضغط على اعجاب واشترك في القناه وفعل زر الجرس حتى تحصل على جميع الدروس ولا تنسى مشاركه هذا الدرس في نهايه هذه الحلقه ايضا اذا كلمه كارير تاتي بمعنى مسار مهني او مسار وظيفي او تاتي بمعنى مهنه ولديه بعض المعاني الاخرى ايضا لكن هذه اهم المعاني لها مسار مهني مسار وظيفي او مهنة كارير 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 اذا خلينا ناخذ المثال الاول على كلمة كارير you decide to take on an, on new opportunities that enhance your career. أنت قررت you decide decide يقرر and قررت you decide to take and تغتنم to take on new جديد opportunities for او فرص that enhance التي تعزز enhance يعزز your career your career حياتك المهنيه you decide to take on new opportunities that enhance your career إذن اقرأ معي هذه الجملة المرة الأخيرة ومن ثم كررها خمس مرات بصوت مرتفع حتى تتقن أهم الكلمات باللفظ الصحيح. إذن <applause> you decide to take on new opportunities that enhance your career. مثال الثاني على كلمة career the earlier part الجزء السابق of his career من حياته المهنية was spent قضاها قضى spent قضى was spent working قضاها بالعمل in central Africa في uh, في وسط أفريقيا أو أفريقيا الوسطى and Europe وفي أوروبا إذن the earlier part of his career was spent working in central Africa and Europe ممتاز كررها خمس مرات طبعا لتحفظها career speed speed أهم المرادفات لكلمة career job profession مهنة trade وأيضا تأتي بمعنى مهنة إذا هذه أهم مرادفات كلمة career احفظها بشكل جيد أيضا استخدم الآن كلمة career في جملة ضعها في جملة واكتبها أسفل هذا الفيديو حتى استفاد منها الآخرون أيضا شكرا لكم على المتابعة انتهينا من هذه الحلقة أما الحلقة القادمة انتظرونا مع كلمة مهمة جدا كلمة carry carry هذا فعل carry سوف نشرحه بالتفصيل في الدرس القادم شكرا لكم وإلى اللقاء